اقول والله ما تغطى بالزمزميه زين الاول بس حكم شق جبهات حكيم حكمك بدق خشمه بدر عليك يا ورع جلدهم اقول يا شباب من بيخاوني الملعب بكره انا وانا يعني اصفط لي انا وياكم ثلاث تذاكر عفا عليك اليوم بجددهم بالبلوت وبكره بنجلدهم بالملعب عز يا ملال عز ورقة يلا تبي ربع لك بعد تبطي والله ارخم العب هاص ما لقيت اي حجز لا درجه ضيافه ولا درجه اولى اقرب حجز مؤكد بعد اسبوع والتذكره الواحده ب 4000 الله 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 انا وموسى ما تلعب لا والله نركب سياراتنا ونروح على طريق البر نمشي على هون ونتفرج وناخذ عمره ونرجع بالسلامه ان شاء الله زين اجل خلوا عامر يوديكم ما عنده لا شغل ولا مشغله شورن طيب اجل اجهز شنط السلام عليكم. عليكم السلام. جابك الله يا ولدي. نبيك باسر الصبح إن شاء الله. تودينا أنا وأمك ناخذ عمره وترجعنا بالسلامة. أم عاد بكرة. إيه باسر وش عندك؟ لا بس قصيت تذاكر مباراة الهلال ومواعد العيال. بنروح نشوف هناك. ورا ما علمتوني. وش نعلمك؟ من أنت عشان نسألك وناخذ منك رأي. لا لا يبا ما أقصد بس خلوها بعد بكرة ولا بعده. خير إن شاء الله. وديت جوالي للصيانة؟ أوه يا الله نسيته يمه والله إني دارية ما مك فايدة لو إنه جوالك كان ما نسيته إيه نسيت جوال أمك والتذاكر ما نسيت وش فيها هيبة يعني الواحد ما ينسى خلاص بكرة صلحه أنت ما منك رجع كل ما ضرب منك شيء جوابك بسنة كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي وأجيب هذا جزاتي يبا أها ترفع صوتك علي بعد انت غبي ليش نسيت صلحت جوال امي اقول اسكتي لا حتحرتي كلها فيكي شوفي يا معاذ لا يضيق صدرك ولا شيء جهزي شنطتك واغراضك وبكره ان شاء الله الصبح بتوجهين لمك لا يا ابو عامر الطريق طويل وتعب عليك نخليها مره ثانيه نشوف لنا تذاكر ارخص ونروح طياره انا قلت بكره نمشي يعني بكره نمشي تراني بعد شبابي ولا عند الشك فيني خذي وانا بوت هذه دراه اصرفوا منها لما نجي وانتبهوا لنفسكم الله يطول بعمرك يبا ما قصرت توصلهم بالسلامة الله يسلمك بس ها ما وصيكي على أخوك سليمان وذكري الثور اللي نايم فوق يودي جوالي للمصلح الله يهديه ويسامحه ما معنى إلا جوال أبوكي يا بنت الحلال جوال واحد يكفينا ولا تنسون تدعوا لي في الاختبارات اكيد بدعي لك يا امي اكيد وان شاء الله المره الجايه تكون معنا وتدعي لنفسك قدام الكعبه اخس طالبين بيتزا وين ابوي وامي راحوا وين راحوا وينترلاند استهبل يا بزر يعني وين راحوا؟ راحوا مكة يعتمروا هي صح جوال أمي مقفل شكلك توك ما صح صح يا حبيبي نسيت أنك ما راح تصلح جوال أمي وأنها زعلانة عليك إيه ترى أمي قالت ذكري الثور اللي نايم فوق يصلح جوالي وترى صديقتي اليوم بتجي لا تدرعم ماني بفضيلس لا أنت ولا صديقتس عندي مباراة الزعيم اليوم أحسن أنت نعم مشيت ويبا أجل نحتريك إيه مشينا إيه بس أنا كنت بقول لكم يعني بتطمن أقول أمان الله خلني أنتبه للطريق لا يصورني ساهر سمسم أبشر الوالد زبد له لا تضحك لا الحين أصف لا تضحك لا تضحكين